إلى هذا المخيم الواقع على طريق الشمال وصلت الفرق المعنية بحملة تخييم آمن لتقديم محاضرات ونصائح توعوية للمخيمين. تتنقل فرق الحملة بين جميع المخيمات في الدولة بناء على دعوة تصلها من أصحاب المخيمات. احنا مشاركين اليوم من خلال حملة تخييم آمن، والتي تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية السلامة من الحرائق داخل المخيمات. من خلال الحملة هذه يتم توعية الجمهور بكيفية استخدام الطفايات. تقدم هذه الفرق برنامجا توعويا متكاملا يعرف بجوانب الأمن والسلامة وكيفية الوقاية من مختلف الحوادث المحتمل وقوعها في المخيمات. الناس ودودون هنا والمجتمع منفتح، إنها تجربة جيدة لي. لقد تعرفت على العادات والتقاليد القطرية، كما أن الاهتمام بقواعد السلامة أمر جيد هنا. الجهود التي تبذلها حملة تخييم آمن انعكست إيجاباً على تراجع عدد الحوادث في مناطق التخييم خلال الموسم الحالي، ومن المقرر أن تواصل هذه الفرق عملها طوال موسم التخييم إلى حين انتهائه مطلع أبريل المقبل، لتبقى المخيمات ملاذاً آمناً لروادها. أكثر من 800 طالب من مختلف الأعمار اجتمعوا هنا بالنادي العلمي القطري للمشاركة في مسابقات البطولة الوطنية 12 للروبوت. فرق طلابية موزعة للمشاركة في 3 مسابقات، وهي السومو وجمع الكرات وتتبع الخط، وذلك بإشراف لجنة تحكيم متخصصة. مميز فيها هذه السنة الأعداد الكبيرة انضمام المدارس، مدارس الانترناشونال اليوم فاق العدد 500 طالب موجود. الإضافة الجديدة على البطولة هذه لأول سنة، هناك لكل مسابقة فئة مبتدأ ومتقدم. وضعنا المسابقة هذه لأن الطلبة الآن في مراحل عالية من البرمجة، ولذا صارت مستوى متقدم. في نفس الوقت المبتدأ نشجع الطلاب على أنهم يدخلون فيها علشان نعمل يعني حابين الشيء هذا. التنافس بين الطلاب ساهم في تبادل الخبرات ورفع مستويات الطلاب المشاركين في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات بحسب آرائهم، حيث اعتبرها الكثيرون فرصة للتعرف على قدراتهم في هذه المجالات واكتساب خبرات جديدة. الميزة أن الطالب أن يتعلم أشياء عديدة، فمنها أن يتعلم البرمجة ويتعلم فيها التركيب القطع، أو أيضا الاعتماد على النفس، أو أيضا المشاركة مع أفراد الفريق. المشاركة هذه تنمي عندنا وايد أشياء. أولا هي البرمجة، لغة البرمجة، لأن يعني هي المستقبل لهذا العالم. وطبعا مثل ما تشوفين الحضور، يعني تعرف على ناس جداد. استفدت من المشاركة أن تعلمت لغة الأردوينو اللي ما كنت أعرفها قبل، وبعد تعلم شلون أبني الروبوت وأعرف صح الأخطاء. البطولة ملتقى للعقول المميزة للالتقاء وصقل المواهب لمدارس البنين. أما مدارس البنات فستنطلق مسابقاتها في 29 من الشهر المقبل بالتزامن مع مسابقة First Lego. شهد اليوم ختام فعاليات المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي ناقش خلال جلساته التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. التكنولوجيا الحديثة للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقوم بدور كبير في مشهدة حياتنا. هناك بطبيعة الحال إمكانية استفادة كبيرة من هذه التكنولوجيا، ولكن في نفس الوقت هناك مخاطر، من بينها انتهاكات ضد يعني حقوق الإنسان وخطاب كراهية وعنف وشعبوية وغيره. إذن هذا المؤتمر أولاً وضح هذه القضايا، وضح خطورة هذه المشاكل، وقدم مقترحات عملية من أجل الخروج بأدوات لحماية الحريات. وقد ركزت الجلسة الختامية على جملة من المواضيع تتصل بالمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا، إلى جانب مناقشة التدابير المتخذة من قبل شركات التواصل الاجتماعي
لضمان حماية حقوق المستخدمين في حرية الرأي والتعبير. متنزه الكوري للعائلات الأقدم في قطر والأهم والأكبر بين المتنزهات في الدولة، ويقصده الزوار من أنحاء مختلفة لما يتميز به من مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب وبحيرة صناعية محاطة بأعداد كبيرة من الأشجار والنباتات المعمرة والزهور الموسمية. اليوم كان عندنا التطوير بالحديقة هذه، ضافت جزء سبع تقريبا من أنواع من الحيوانات الموجودة اللي هي مثل الزراف، وعندك الأسود، وعندك النمور، هاي جزء منها. فكانت اليوم متوقع إن شاء الله بزيارة كبيرة، عدد حول 10,000 زائر بإذن الله في أول يوم افتتاح بإذن الله. متنزه الخور بعد إعادة افتتاحه اشتمل على حديقة لسبعة أنواع من الحيوانات لم تكن موجودة سابقا، مثل وحيد القرن والتمسيح والفهود والأسود والدببة وغيرها من الحيوانات الأليفة والمفترسة. بالنسبة للقسم البيطري، هناك عيادة بيطرية مجهزة بالكامل، فريق طبي متكامل، فنيين على مدار 24 ساعة في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله، الفريق الطبي يتدخل. بالنسبة للرعاية الصحية للحيوان، هناك تطعيمات دورية نتأكد من سلامة خلو جميع الأمراض من الحيوانات. بالنسبة للتغذية متواكبة على فترتين، في فترة صباحية بالنسبة للثدييات، بالنسبة للحيوانات المفترسة طبعا الفترة المسائية. رواد الحديقة من جانبهم أثنوا على الحديقة بصفة عامة والأقسام الجديدة بصفة خاصة، مؤكدين جاهزيتها ومناسبتها لكل أفراد المجتمع. حديقة أنا عجبتني برشا، فيها برشا حيوانات، برشا ألعاب، أنا والعائلة استمتعنا بصراحة، في قفص طيور، محل الزرافة. اليوم جئت إلى هذه الحديقة الجميلة لنرى بعض الحيوانات الممتعة والرائعة، فبدأنا بالأسود والحيوانات الكبيرة. ومن المنتظر أن يصل عدد زواره بعد إعادة الافتتاح إلى حوالي 500,000 زائر سنوياً. منبر عالمي لبحث كل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي أتاحته دولة قطر لهذه النخبة من المعنيين بشبكات التواصل الاجتماعي في العالم عبر هذا المؤتمر، لتكون الدولة سباقة لفتح هذا الملف بهذا الزخم، وتطالب بإعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي. فإننا نطالب بأن يكون هناك إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، كما نطالب أيضاً أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. 40 ورقة عمل مطروحة للنقاش عبر جلسات المؤتمر التفاعلية، تركز على الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبحث سبل دعم الحريات والتصدي للتحديات. خلال هذه الجلسة والجلسات الأخرى سوف نتناول الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الموازنة بين حرية التعبير وأيضا عدم نشر الفكر المتطرف والأراء المتطرف أو الخطاب الكراهية. المؤتمر بالنسبة لنا احنا كاتحاد دولي مهم، لأنه يثير إشكالات نعتبرها ذات أولوية الآن في عملنا، لأن مسألة استعمال التكنولوجيات الحديثة في التواصل، مسألة حماية النشطاء السياسيين والحقوقيين اللي يستعملوا هذه التكنولوجيات، مسألة حرية التعبير مرتبطة بالنسبة لنا كثير بحرية الصحافة. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع جدارية حماية نشطي وسائل التواصل الاجتماعي ودعم حرياتهم، كما كان للفن كلمة هنا من خلال معرض تشكيلي لعدد من الفنانين في قطر، تناولت لوحاتهم مواضيع على صلة بدعم نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بما يصب في خدمة المجتمعات.
بحضور أكثر من 400 مختص من مختلف أنحاء العالم في جراحة العظام والمفاصل، انطلق مؤتمر قطر الأول لجراحة وتقويم المفاصل الذي ينظمه قسم جراحة العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع إدارة التعليم الطبي ومركز العظام والمفاصل. ويسلط المؤتمر الضوء على تقويم المفاصل كإجراء جراحي بهدف استعادة وظيفة المفصل من خلال إعادة تكوين العظام، كما يمكن استخدام مفصل صناعي في هذه العملية الجراحية. المؤتمر هذا يعتبر أول مؤتمر يجري في انعقاده في دولة قطر، ويبحث في مجالات تبديل المفاصل للركب والورك، ويعتبر هذا من المؤتمرات المتطورة في المنطقة واللي يجمع بها معظم الخبراء في هذا المجال. يتضمن المؤتمر عروضا تقديمية بالفيديو ومحاضرات لتعزيز الممارسة العملية بالإضافة إلى ورش العمل، كما سيتيح الفرصة للمشاركين لتعلم آخر التقنيات المتبعة من أفضل الخبراء في مجال جراحة العظام حول العالم. ويعتبر تقويم المفاصل إجراء عالي الاختصاص في مجال علاج أمراض العظام، وتجري مؤسسة حمدنا الطبية حوالي 300 عملية لإعادة تقويم مفصل الورك والركبة في قطر سنويا. عندنا في مركز العظام والمفاصل لحاله يعني بنسوي ما يقارب من 200 إلى 300 حالة سنويا. تعتبر جراحة المفاصل جراحة جد متطورة عندنا، يعني نسبة الإقبال من المرضى عليها جد كبيرة، النتائج جد كويسة. طبعا التقنيات المستعملة والمفاصل المستعملة تعتبر يعني من أحسن الموجود بالعالم يعني. ويعد مؤتمر قطر الأول لجراحة وتقويم المفاصل فرصة تعزز من خلاله مؤسسة حمد الطبية التزامها بتطوير فرص التعلم، مما يعمق أسس المعرفة ومهارات الجراحة لدى الكوادر الطبية. في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات والهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي حيوي في المنطقة، انطلق المؤتمر العالمي لويدز قطر للموانئ واللوجستيات، حيث يناقش عددا من المواضيع الهامة بمشاركة نخب عالمية وخبراء مختصين في التجارة والسلامة والنقل البحري والموانئ واللوجستيات. حضور المؤتمر من منظمة الشؤون البحرية في بريطانيا، المنظمة الدولية، من الشركاء الرئيسيين من دول العالم. هذا الحضور يمثل أهمية موانئ قطر والموانئ البحرية بشكل عام، ووجود دولة قطر على الخارطة العالمية للمنطقة. دولة قطر استحوذت على 27% من تجارة المنطقة، نطمح إلى أعداد أكبر. وزارة المواصلات والاتصالات تسعى من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي إلى مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز مكانة قطر في مجال النقل البحري والترويج لميناء حمد، بما يعزز حصته التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم، لا سيما بعد النجاح الذي حققه باستحواذه على أكثر من 27% من التجارة في الشرق الأوسط. يعتبر ميناء حمد هو الفرصة الرئيسية والفرصة اللي على الطبق من ذهب لرجال الأعمال وللمستثمرين في دولة قطر لاستغلال الإمكانيات اللي موجودة حاليا في ميناء حمد لتوسعة تجارتهم ولتوسعة استثماراتهم. المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين يناقش التحديات التي ستواجهها قطاعات النقل البحرية خلال السنوات العشر المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد العقد القادم تحقيق موائمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجستي، مع التركيز على الاتجاهات العالمية التي تهتم بالاستدامة للمحافظة على البيئة والتعامل مع تأثيرات تكنولوجيا الجيل التالي في عالم الأعمال والنقل. نحن في مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات ندرك أهمية البحث العلمي ودوره في حل المشاكل التي يمكن أن تواجه المجتمع، ومن هذا المنطلق تسعى إدارة المدرسة إلى تقديم الدعم المستمر للأبحاث منذ بداية العام الدراسي.
قمنا بعمل هذا المعرض الذي يحتوي على 9 أبحاث تخدم مجالات عديدة، منها المجالات البيئية، المجالات اجتماعية، مجالات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشارك في هذا البحث 18 طالبة، وهناك بعض الأفكار التي لاقت استحسان من جهات عديدة في المجتمع، ونتمنى التوفيق لطالباتنا. مشروعنا أول شيء هو اسمه تصميم هندسي لإعادة استخدام المياه الرمادية في المباني السكنية في دولة قطر. طبعاً إحنا جات لنا الفكرة من خلال بحثنا، فإحنا لما شفنا أن الصندوق الطارد بين قوسين المراحيض تستهلك كمية كبيرة من المياه، يعني ما عدا من 10 إلى 12 لتر هاي بالمرة الوحدة، أما بالسنة 18,000 لتر ما عادكم بالبيوت كلها اللي في قطر، فعشان كذي إحنا فكرنا هذا المشروع. مشروعي عن تصميم شخصية تفاعلية باستخدام تقنية الأبعاد كدليل إرشادي مرئي تخدم مونديال 2022. الشخصية تشرح حق الزوار معلومات عن أهم الملاعب في دولة قطر. الشخصية هي عبارة عن طائر الشاهين، وإحنا اخترنا طائر الشاهين لأنه موجود في البيئة القطرية وموجود في العملات. تتعدد فوائد الرياضة للطفل وتتنوع، إذ إنها لا تقتصر على الفائدة الجسدية فقط، بل تتعده إلى تقوية شخصيته ورفع ثقته بنفسه وتعلمه المشاركة واللعب بروح الفريق، وتزرع فيه الصبر والمثابرة. إن إدراج الطفل في رياضة مناسبة تحتاج لبعض التفكير، فلابد من أخذ الحالة الجسدية وعمر الطفل بعين الاعتبار، فكثيراً ما يستمتع بعض الأطفال بألعاب قد يراها غيرهم من الأطفال مملة. ويقود اللعب المنتظم إلى تقوية عضلات القلب وتحسين كفاءة التنفس، كما يساعدنا في محاربة السمنة لدى الأطفال. ولابد هنا للأهل وخاصة الوالدين من متابعة الرياضة المفضلة لدى أطفالهم، بحيث يتم متابعتهم وتشجيعهم وإشراكهم في المسابقات التحفيزية سواء كانت في المدرسة أو في نادي الرياضة، وذلك للأهمية القصوى لعدم انعزال الطفل عن حياته الاجتماعية. من الأهمية بمكان الاهتمام بالموهوبين من المعوقين والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم، كما أنه لا شك أن هناك علاقة قوية بين الإبداع والإعاقة. الكثيرون ممن يعانون الإعاقة يستطيعون تحقيق أعلى مستوى من الإبداع يعجز عنه كثير من الأسوياء. إن تأهيل وتعليم وتدريب هذه الفئات الخاصة له ارتباط وثيق بموضوع التنمية، ولقد أدركت حكومة وقيادة دولة قطر مبكراً أن هناك إبداعات ومواهب كامنة عند أصحاب الهمم يجب صقلها ورعايتها تماماً كالأسوياء. وبعد العلم والتأكد من عدم وجود علاقة بين الموهبة والإعاقة، لأن الموهبة موجودة لدى الفرد حتى مع وجود الإعاقة، وقد يكون أحد الأشخاص معاقاً ولديه مواهب متعددة تظهر في مجالات مختلفة، فهي التي تفرض نفسها على هذا الشخص للاتجاه نحو هدف معين. والذكاء موهبة فنية سواء في النحت أو الرسم أو الشعر. إن برنامج كتاب المستقبل حقق نجاحاً منذ بدايته، الذي يعنى إلى إصدار عدد من الكتب من تأليف أطفال من أعمار مختلفة، مما يعزز المهارات لدى الطلاب. فالكتابة والتأليف يحتاج إلى مهارات معينة يسعى البرنامج إلى تعزيزها عند الطلاب، وذلك من خلال المناهج والبرامج الإثرائية.
شباب المستقبل يعتبر من أهم البرامج والمسابقات، لأنها تدعم الفكر الإنساني وتعزز المهارات لدى الطلاب وتدفعهم للقراءة. إن البرنامج كشف عن كنز من الإبداعات الأدبية والمواهب الكتابية الدفينة لدى طلاب المدارس، وأن ذلك من شأنه إعداد جيل مثقف واع قارئ يجعل المجتمع قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية بأدباء بارعين متسلحين بالثقافة والإبداع الأدبي، يسهمون في تنمية مجتمعاتهم وفق رؤية دولة قطر 2030.